أهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج القصة وما فيها، وتتابعون فيها خطر الألغام الأرضية التي زرعتها القوات الأرمينية في إقليم قرباغ قبل دحرها، وإلى الصحراء الجزائرية سنتعرف على نظام الري التقليدي المعروف بالفجارة والذي يعود إلى القرن الخامس قبل الميلاد. ومن الجزائر إلى العراق يطلعنا مراسلنا في مدينة الكوت على إحدى شواهد هزيمة الإنجليز على يد القوات العثمانية، ونختم جولتنا في سلطنة عمان ونتعرف من هناك على صناعة الخنجر ودلالاته الثقافية والاجتماعية. أهلا بكم. تعاني السلطات الأذربيجانية من الألغام الأرضية التي زرعتها القوات الأرمينية قبل تحرير إقليم قرباغ من قبضتها وانسحابها، وتؤكد وكالة تطهير الألغام تفكيك أكثر من 10,000 لغم مضاد للأفراد والدبابات في المناطق المحررة. الزميل محمد الكردي ينقل لنا جانبا من معاناة أهل الإقليم وما خلفته تلك الألغام. هنا منطقة فوزولي في إقليم قرباغ الأذربيجاني، أراض محررة بعد نحو 3 عقود من الاحتلال الأرميني. ظهر ظاهر الأرض من المحتل، لكن آلة الموت ما زالت في باطنها. النيابة العامة الأذربيجانية حذرت المواطنين من التوجه إلى الأراضي المحررة قبل تنظيفها من الألغام من قبل الفرق المختصة، لكن السلطات المعنية أقلتنا في رحلة خاصة إلى هذه المنطقة التي تكثر فيها الألغام لإعداد هذا التقرير. شبح القتل ما زال حاضراً هنا، وهذه المرة من خلال مئات الآلاف من الألغام التي دأبت القوات الأرمينية على زراعتها خلال عقود الاحتلال وقبيل انسحابها. هنا تستخدم فرق نزع الألغام أجهزة آلية وكلابا مدربة ومركبات متخصصة لتطهير هذا الحقل، متخذة كافة إجراءات السلامة ولا سيما عند استخدام الأدوات اليدوية. على هذه الطاولة عرضت لنا ألغام نزعت من هذا الحقل، بعضها صناعة أرمينية وبعضها روسية. الأرض التي نقف عليها هي إحدى أكثر الأراضي التي زرعت فيها الألغام، لا سيما أنها كانت بنقطة تماس بين القوات الأذربيجانية والأرمينية. وكالة تطهير الألغام الأذربيجانية قالت إنها تمكنت من تمشيط أكثر من 10,000 لغم مضاد للمشاة والدبابات، وأكثر من 7,000 من مختلف أنواع الذخيرة غير المتفجرة في عموم المناطق المحررة، لكن ذلك لم يمنع سقوط مزيد من الضحايا بشكل مستمر بسبب كثافة انتشار الألغام. ساحل حسنلي هو أحد ضحايا هذه الألغام، لم يكن جندياً في الجيش الأذربيجاني، لكنه قاتل كمتطوع لتحرير أرضه كما يقول. رأيت يدي مبتورة وبعيدة عني، حملني زملائي مع يد مبتورة وأعطوني مسكنا للآلام، ثم نقلوني إلى مستشفى ميداني قرب منطقة فوزولي. الألم الذي أشعر به كبير، لكن دولتنا استعانت بأطباء أتراك لتركيب يد اصطناعية لي، وبعد ذلك سأخضع لبرنامج تأهيلي حتى أعود تدريجيا للحياة الطبيعية. ويعد ساحل واحدا من عشرات فقدوا أطرافهم أو حياتهم منذ مطلع العام الجاري نتيجة الألغام الأرمينية، التي يقول مراقبون إن أماكن انتشارها تؤكد أنها تستهدف المدنيين بالدرجة الأولى.
زرع الألغام مخالف للقانون الدولي، يجب دعم المنظمات الحقوقية لتقديم طلب إلى محاكم حقوق الإنسان الأوروبية ورفع دعوى قضائية ضد أرمينيا في المحاكم الدولية. الدعم التركي لأذربيجان في عمليات نزع الألغام اتخذ عدة مسارات، ففي شهر فبراير الماضي حطت طائرة تابعة للقوات الجوية التركية في العاصمة الأذربيجانية، وعلى متنها الدفعة الأولى من أصل 20 كاسحة ألغام تركية الصنع. تركيا تقدم الدعم لنا في عمليات نزع الألغام. الخبراء العسكريون الأتراك يخوضون تجربة رائعة في هذا المجال، وهم موجودون في أذربيجان منذ أكثر من شهرين. وفي الشهر نفسه أعلنت وزارة الدفاع التركية أن 23 عنصراً من الجيش الأذربيجاني أكملوا بنجاح دورة تدريبية خاصة بالبحث عن الألغام. السلطات المعنية هنا تقول إن خطر الألغام والمتفجرات في المناطق السكنية سينتهي في غضون 3 إلى 5 سنوات، وإن نزع الألغام من الغابات والأراضي الزراعية سيستغرق 10 سنوات. لكن في حال سلمت أرمينيا خرائط الألغام التي زرعتها ستكون المدة أقل من ذلك بكثير. محمد كردي، تي آر تي عربي، من منطقة فوزولي المحررة، قرباغ. اعتمدت مناطق الصحراء الجزائرية قديما على أنظمة ري تقليدية تدعى الفجارة، وهي أنظمة ري عجيبة فعلا وتعود إلى ما قبل الميلاد بقرون. الزميلة زينب بن زيطة تطلعنا على نظام الري هذا. الفقارة نظام ري تقليدي قديم يعود إلى القرن الخامس قبل الميلاد، فطبيعة الصحراء القاسية دفعت أهلها للبحث عن الماء في أعماق الأرض وحفر هذه الأبار على مدى أجيال وربطها ببعضها من أعالي هضبة تدميت إلى أسفل منطقة بواحات تميمون، وتوزيعها وفق نظام اتفق عليه أهل المنطقة منذ قرون ولا يزال يعمل به حتى يومنا هذا، ويحاول أهالي ولاية تميمون جنوب الجزائر الحفاظ عليها. نظام أثار فضول العديد من الباحثين حول العالم، وكتب عنه مؤرخون على مدار السنين بشأن آلية انسياب المياه على سطح الأرض دون استعمال مضخات أو أي وسائل أخرى. 9 كيلومتر الطول نتاعها وماشية في الماء تحت الأرض، وكانت تعطي القوة نتاعت الماء قلت لك جيلتر سكوندير من التسعينات هبط للهبط. هو من التسعينات من ايامات الارهاب ولات قلت لك في دراد لي فراج هادو زادوا واحد 4 فراجات ولا 5 مشات الفقرات نقص حرك مشتوق على بيرميك كل شيء بس 1,600,000 نخلة راحت مشات فايته مليون فايته وفايته تقريبا 200 ولا 300 ما عنده مسكين كاع منين يتعشى، الا ما عنده شي ولد يخدم في الدوله ما عندهاش مسكين بقال، ولكن كان عايش من هذا الشيء هذا يخدم ويستخدم كاين عايش كيما الخدام كيما هو عايشين من هذا عند كل غير من الثمانينات لهاك ولا الحياه ولا تيبس. بعيسى ورث فقرة مغير هذه التي كانت تعد من أكبر عيون الفقارة في المنطقة، وبجهود فردية حافظ على إدامة مجاريها فيما جفت فقارات عديدة نتيجة الإهمال. وأمام هذا الإرث التاريخي الذي عاش عليه سكان المنطقة وروى عطشهم على مدار مئات السنين، صفحة أخرى تفتح في قصة نظام السقي هذا عنوانها الإهمال والنسيان. رواه
روت الفقرة على مدار عقود من الزمان هذه الواحات في قلب الصحراء مانحة إياها خضرة وحياة، وعززت من تمسك قبائل المنطقة بأراضيها وخففت عنها قسوة طبيعتها الصحراوية وسط زحف هذه الكثبان الرملية. إلا أن غياب صيانتها وحفر آبار حديثة على مقربة منها أثر في تدفق المياه فيها تدريجياً إلى أن جفت غالبية سواقيها وتصحرت مئات البساتين، ولم يتبق لأصحاب الآبار سوى مجاريها الجافة وأكوام من الحجارة والطين. من بين الأسباب وفي نظر كل السكان هو وجود منطقة لانشون دو كابتاج تاع المياه الصالحة للشرب لتزويد المدينة بالماء الصالح للشرب، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية هو حتى أنه ملاك الفقارة في غالب الأحيان أهملوا النظام. يمكن أن تعاد للفقارة الحياة حيث قامت مصالح البلدية بتغيير مكان ضخ المياه بالنسبة لمدينة تميمون، حيث ابتعدت عن أماكن نظام الفقارة ب 25 كيلومتر باتجاه مدينة مقيدن قرية على مستوى الطريق الوطني رقم 51. ولكن يبقى تدخل آخر اللي هو لازم تنظيف القناة تحت أرضية، إعادة الاعتبار لكل آبار المرتبطة بنظام السقي، إعادة الاعتبار للفقارة المارة وسط مدينة وسط أحياء مدينة تميمون، لأنه أصبح السكان بعض السكان يرمون القمامة داخل نظام السقي، لا يحترمون السقي، هناك بنايات بنيت فوق النظام، قوانين واضحة، هناك قوانين تمنع البناء بجانب الفقارة. وفي ظل غياب جهة رسمية تتبنى إحياء موروث الفقارة وأدامته وسط أشغال البناء والتعمير التي تعيش على وقع المدينة، يحاول بعض أصحابها الحفاظ عليها ويطالبون بدعم منظمة اليونسكو التي كانت الفاعلة في الحفاظ على الإرث التاريخي في المنطقة كتصنيفها للتراث الشعري الغنائي أهل الليل من المأثورات الثقافية العالمية، الأمر الذي جعل من وزارة الثقافة تنظم مهرجاناً سنوياً وتنشئ مؤسسة وطنية لحمايته من الاندثار. يتمسك السكان هنا بالآبار التقليدية بالرغم من تطور نظام السقي في منطقتهم باعتباره جزءاً من ثقافتهم القديمة وإرثاً يجب أن يبقى شاهداً على حضارتهم. زينب بنزيطة، تي عربي، من ولاية ميمون جنوب الجزائر. تعتبر المقبرة العثمانية في مدينة الكوت العراقية واحدة من أبرز الشواهد الحية على الهزيمة التي ألحقتها القوات العثمانية بالجيش البريطاني في معركة كوت العمارة إبان الحرب العالمية الأولى. المعركة وصفت بأنها الأكثر إذلالاً في التاريخ العسكري البريطاني. الزميل رائد المعموري زار المقبرة والتقى عدداً من أبناء العشائر العراقية التي شاركت في هذه المعركة التاريخية. مدينة الكوت جنوبي العراق، حيث تحتضن ضفة نهر دجلة شاهداً حياً على واحدة من أقصى هزائم الجيش البريطاني في التاريخ، إنها المقبرة العثمانية، إذ يرقد فيها جنود عثمانيون شاركوا في معركة كوت العمارة التي دارت رحاها عام 1916، وأحرزت فيها القوات العثمانية ثاني أكبر انتصاراتها خلال الحرب العالمية الأولى، وتمكنت من كسر شوكة القوات البريطانية التي كانت تتقدم لاحتلال مدينة بغداد آنذاك. نقف في مقبرة تخلد أهم أحداث مدينة الكوت على مستوى التاريخ، خصوصا التاريخ الحديث. حصار الكوت بشكل عام، المعارك التي جرت بين الأتراك والإنجليز لا زالت الآن تدرس وتعد من تاريخ مهم لمدينة الكوت. لا زالت المدينة تحتفظ بالكثير من ذكريات المعركة. نقف الآن في مقبرة الأتراك.
في الجانب الآخر من المدينة هناك مقبرة للإنجليز، أيضا لا زالت يعني الكثير من الآثار التي تحتفظ بها تفاصيل المدينة القديمة. ومنذ ذلك الحين أولت الحكومات التركية هذه المقبرة اهتماما كبيرا ضمن مجموعة من مقابر الجنود العثمانيين المنتشرة في عدد من مدن العراق، وخصصت موظفا لحراستها والاعتناء بملحقتها وتعريف زوارها بتاريخ المعركة. هذا المكان استلمته من أبو جد، لقيت والدي ومن بعد والدي هم أجدادي، ها ومن بعد أجدادي هي قبلها معركة، فسألت على هذا المكان، قال هذا المكان صار حصار مال الكوت، وشاركت به بعض العشائر أهل الكوت خاصة هم عتاب وقبائل ربيعة، هي شاركت بهذا القتال وحتى مدوا العون إلى القوات التركية ضد القوات الإنجليزية. مساحة المقبرة التي لا تتجاوز دونما مربعا هي جزء من موقع معسكر للدرك استخدمته القوات العثمانية حينها في حصار الجيش البريطاني في مدينة كوت العمارة، وبالرغم من محاولات البريطانيين فك الحصار الذي دام لأشهر، إلى أن القائد البريطاني تشارلز تاونسون اضطر بعد مقتل ألوف من جنوده ونفاد المؤن إلى الاستسلام مع 13,000 جندي، حيث نقلوا بعدها إلى اسطنبول كأسرى حرب، ليكون الاستسلام الأبرز في التاريخ العسكري البريطاني حسب مؤرخين بريطانيين. خلافا للمغالطات التي تروج لها بعض الروايات، تؤكد قبائل عدة أنها انضمت للقتال جنبا إلى جنب مع القوات العثمانية لدحر القوات البريطانية وإيقاف زحفها في معركة وصفت بأنها واحدة من أسوأ معارك الجيش البريطاني، لتبقى هذه المقبرة التي ضمت رفات مقاتلين عرب وأتراك شاهدة على ذلك. يحتفظ هذا الشيخ بعدد من البنادق العتيقة التي استخدمها جده شتب سعد الموسى في مقاومة الجيش البريطاني وقطع إمداداته المرسلة إلى قواته التي يحاصرها الجيش العثماني، ويروي كيف تمكن مع عدد من رجاله وأبناء العشائر آنذاك من تدمير إحدى السفن البريطانية المحملة بالعتاد والمؤن والاستيلاء على بعض أجزائها التي توارثتها العائلة لتبقى شاهدا على بطولتهم. في زعيم شتب السعيد هذا مضيفه وعمامه واهله، وهاي قاعه نازله من الحدود الايرانيه العراقيه، قاموا يهجمون على الانجليز يقطعون الطريق عليهم، يجون انجليز خياله يقتلونهم ياخذون سلاحهم، اجت السفن ضربوا الكبيره، احترقت الكبيره والصغيره، قاموا الجيش يجيد وين؟ بالشط. هذول البلبلام طلعوا طبقوا على الجروف، من طبقوا على الجروف بلشوا بيهم ربعنا قتلوهم. ويرقد في محيط المقبرة مئات من مقاتلي القبائل العراقية، وعلى الرغم من التضحيات الجسيمة والخسائر في الأرواح، إلا أن وقوف القبائل إلى جانب الجيش العثماني في معركة الدفاع عن الأرض ضد الاحتلال البريطاني يبقى مبعث اعتزاز لهم كما يؤكدون، ويعكس العلاقة والتاريخ المشترك بينهما. على مدى أكثر من قرن ظلت هذه المقبرة شاهدا على حقبة ومعركة سطر خلالها الجنود العثمانيون انتصارا تاريخيا على الجيش البريطاني وحلفائه، وألحقوا به هزيمة في واحدة من أبرز المعارك خلال الحرب العالمية الأولى. راد المعموري، تي آر تي عربي، الكوت. يعد الخنجر العماني واحدا من الرموز الثقافية للسلطنة، حيث ينظر إليه العمانيون كرمز للانتماء والرجولة والشهامة والتقاليد الأصيلة. وتحظى صناعة الخنجر بتقاليد تعود لمئات السنين، ويستخدم فيها أجود أصناف المعادن، وتزين بنقوش فضية وذهبية تحدد قيمتها المادية. الزميل عيد الخويطري زار إحدى ورش تصنيع هذه الخناجر ليعرفنا على أبرز أنواعها ودلالاتها الثقافية والاجتماعية. يعكف صيف الطيواني على تصنيع الخناجر العمانية في ورشته الصغيرة في سوق نزوى الشعبي منذ أكثر من 26 سنة، والتي باتت جزءاً من حياته اليومية. نحن متخصصون في صناعة الفضيات والخناجر ومختلف أنواع التحف والهدايا من الفضة والنحاس، وهذه المهنة طبعاً احنا امتهناها أباً عن جد. الوالد الله يحفظه كان
شغال في هذه المهنة من أكثر من 45 سنة، والحمد لله أخذنا المهنة واشتغلنا فيها، والحين قاسين ورثها للأبناء. وطبعا مكونات الخنجر اللي هي القرن والنصلة والحزام، هذه مكونات الخنجر يعني العامة، ولكن هناك مكونات خاصة لكل نوع من الخناجر. فالسعيدي يختلف عن النزواني ويختلف عن الصوري، كل نوع من الخناجر مختلف عن الآخر اختلافا كليا. الخنجر طبعا يعني لما تصنعها من الصفر ياخذ لها لا يقل عن شهر، وطبعا الخنجر مكوناتها يصنعها أكثر من شخص، يعني في أشخاص متخصصين في صناعة القرن وعمل الفضة والمسامير، وفي متخصص في صناعة النصلة، وفي متخصص في صناعة خيوط الفضة وشك والحزام. صناعة تعود لآلاف السنين، يستخدم فيها معدن الفضة النفيس لصقل شكل الخنجر وتحديد حجمه، لتبدأ بعدها عملية نقشه وزخرفته، إما بطريقة القلع حيث يستخدم مسمار دقيق لنقش صفيحة الفضة، وهو ما يتطلب صبرا ومهارة فائقة لضمان تناسق النقوش ودقتها، وإما بطريقة التكاسير حيث يستخدم فيها الصائغ خيوط الفضة في تزيين الخنجر. هي عدة أنواع، اللي هو الخنجر السعيدي والخنجر النزواني والخنجر الصوري. غالبا احنا يتوفر عندنا في مدينة نزوة الخنجر النزواني والخنجر السعيدي. الخنجر السعيدي اللي هو هذا يتكون من الرأس السعيدي مع 7 حلقات، والعندك النزواني يكون 4 حلقات، نقش عادي يختلف في نقش التكاسير، نقش اللي هو نقش القرن، والقرن يختلف في اللي هو العتم، والأنواع كثيرة من الأخرى. فعادي يعتمد على رغبة الزبون أو الشخص حسب المناسبة اللي يستخدموها. ترى عندك العتم يجي لون البني، عندك الصندل لونه أفتح شوية، اللي عندك اللي هو الزراف الهندي اللي هو قرن القاموس يجي لون شوية أغمق، ونقش في يختلف عندك اللي هو نقش المسامير، هنا نقش الحثية يجي، وفي عندك طريقة الصفيحة. وتتعدد أنواع الخناجر وأشكالها وفقا للمواد المستخدمة في صناعتها وزخارفها وأحجامها، فمنها ما يسمى بالنزواني، وهو خنجر كبير الحجم نسبيا مقارنة بالصوري الذي تزخرف مقبضه مسامير صغيرة على شكل نجمة أو متوازي أضلاع. ومن بين أبرز هذه الأنواع ما يعرف بالخنجر السعيدي الذي ينسب للأسرة الحاكمة. الخنجر العماني أصبح ومنذ زمن بعيد جزءاً من ثقافة السلطنة وزيها الوطني، يتغنى به الرجال في مختلف المناسبات الرسمية والاجتماعية. فوزارة الثقافة والرياضة والشباب أعدت تقريراً خاصاً لمنظمة اليونسكو تصنف فيه الخنجر وحرفة تصنيعه كعنصر من عناصر الهوية والأصالة العمانية وفقاً للمعايير الفنية الدولية المعمول بها لمثل هذه الترشيحات. واشتمل التقرير على العديد من الجوانب المتعلقة بالأبعاد المناطقية لصناعته ودلالاتها واستخداماته باعتباره شعاراً وطنياً للسلطنة. يندر مشاهدة رجل عماني لا يحمل خنجراً في مناسبة وطنية أو اجتماعية، فقد أصبح جزءاً من أناقة ولوازم الوجاهة، يحرص الجميع على اقتنائه أو الاحتفاظ به كتحفة فنية. عيد الخويطري، تي آر تي عربي، من مدينة نزوة، سلطنة عمان. بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة. إلى اللقاء في جولة جديدة من القصة وما فيها.